الرجاله لما بتكون من اسوانا ما يتعدش عليها العيب. النمره اللي انت عملتها في المداري اتعلم عليك فيها في المداري، لكن محاوله خطف عبد الله ديتها تقيله عليك قوي. لولا اعجابي بيك انا كنت قضيت عليك من بدري، بس انا بقى حبيتك لله فلله، عشان كده قلت ادخل البيت من بابه. جبت اخوك وماما يا ابن مرهومه، مش عايز اقول اسمه امك بصوت عالي عشان الرجاله واقفه. اما بلا مؤاخذه بالنسبه للراجل اللي خطف الولا بوده، احنا خلاص خلصنا منه لانه طلع فاشل زيك. كاميرا صورتك وانت بتطفش كالون الشقه، ما هي عاده وربنا ما يقطعها لك. انت هتخرج زي ما دخلت، تطلع وترحل، ومراتك وابنك امانه في رقبتي، ما تقلقش عليهم. يعني تختفي فجأة زي ما ظهرت فجأة، وإلا هتتعب من المفاجأة. هدخلك السجن تاني وحشيلك الفضيحة وهركبك ترند الغدر. قلت إيه؟ قلت اللي صح الفهد يتحمل عضة نيابه.